إذن غادي نرجعوا مع الملف ديال إبراهيم الوردي، غادي نتواصلوا مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. سيدة صباح بن كمون. نعم سيدة صباح. ألو، السلام عليكم. مساء النور. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا من جديد. مساء الخير لالا، لاباس عليك لالا؟ الحمد لله وشكرا لله. أي أستاذ كي درتوا مع الإزعاج ديالنا؟ لا جو فوزون بخي، علاش حنا ما غنسميوه إزعاج بقدر ما غنسميوه إن شاء الله هذه شراكة. وحنا وعدتكم ديك النوبة استقبلت السيد، حاولت شي شوية غير نهدن من يعني الحالة ديالو ديك، لأنه ساس كومبخون راه وليده وهذا وهذا مجموعة ديال المسائل. بايوغ حنا عندنا كيما غادي نقول لك، عندنا دابا اون بري لابيتود انه نجريو هاد الناس بحال هكا، لان الله يكون في العون. الوغ الملف ديالو استاذ كيما وعدتكم ديك النهار داز لجنه الشفافيه هذا الاسبوع هذا، وعطاوه قرار ايجابي بالنسبه للتحمل ديال الادويه ديالو. وضيغ راه الصباح عيط لي. فوقاش غيبدا هذا الشيء؟ فوقاش لالا صباح؟ كنعطيوها له اسيدي. كيفاش فوقاش غيبدا؟ فوقاش غادي نفيد التنفيذ ديال هذا القرار هذا؟ فوقاش يمكن له يستافد؟ يعني واش اليوم يمكن يمشي للمستشفى اليوم ويتعالج ويتعوض من بعد ولا شنو؟ نقول لكم واحد القضيه، انا نشرح لك دابا المسطره، هي انه كنعطيو واحد القرار كيوقع عليه السيد المدير العام للوكاله الوطنيه للتامين الصحي، كيمشي كنراسلوا به الهيئه المكلفه بالتدبير ديال النظام التامين الاجباري الاساسي للمرض اللي كينتمي لها، اللي هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه الحاله ديالنا. للضمان الاجتماعي كنقولوا لهم بان راه الملف ديال هذا المشتكي راه تحال على لجنه الشفافيه، وراه بعد الدراسه ديال الملف يعني الدراسه الموضوعاتيه والى اخره نتجات على واحد القرار اللي هو ايجابي لصالح ابن المؤمن، ولذلك كنطلبوا منهم انهم ينفذوا هذا القرار. وبطبيعه الحال الهيئه المكلفه بالتدبير تقوم بتنفيذ القرار اللي هو دابا يعني القرار محل النزاع، هو غادي نقولوا لتحمل هذيك الاسئله. يعني غادي يعطي دابا شهاده تحمل، ياك دابا يعطيوه التحمل لا بريز ان شارج. غادي منين يدفع لهم لو رومبورسمون ديال الدواء غادي يعوضوه. ولكن عيني لالا صباح، سمحي لي انا الى قطعتك الله يكثر خيرك، يعني خصو يخلص 5 مليون عاد يتعوض ياك؟ لا ودابا غادي اش غادي نقول لك، راه الناس هكا كيتعاملوا، كيمشيو كياخذوا الدواء من عند لا هذه في 1000 درهم يمكن تعاملوا هكا، في 2000 درهم ندبز معاها ونعيط للجيران ويعاونوني، ولكن 5 مليون كيدير؟ لا ما كيعاونوش استاذ. غادي نقول لك واحد القضيه، يعني انه كيمكن له يمشي عند الصيدلاني وغادي ياخذ الدواء ديالو على ما يخرجها له الصندوق، راه كيمشي حيت سيت اون بريز ان شارج توتال، ما عندوش حتى شي اشكاليه. خليك معنا لالا صباح، غادي شوف استاذ معك. نعم كله يمشي يسعى لا هاد الجهه ولا هاد الجهه، بما انه عنده قرار ايجابي معناتها انه صافي اون فوا غادي يعطيهم يعني الملف ديالهم من اجل التعويض غادي يتعوض. هو واش التحمل 100% سيده صباح ولا لا؟ 100%. ايه هادشي اللي كاين. اش غنقول لك؟ الله يفرج عليك. امين امين علينا كاملين استاذ.